سؤالنا التالي. نجم أو نجمة بتفضلي ما يرتبط اسم شركة إنتاجك باسمهم؟ فيه يا ترى شخص يهمك شغلك ومشغول بو قلبك والشخص ده موجود هنا يعني انت عارفة مش كده والشخص ده شايفاه دلوقتي قدامك؟ بالطبعي لا. ايه هو انت زلتي ولا ايه؟ ابدا. وهزعل ليه؟ دلوقتي بس صدقتك خدعوني قلبي وعنيا واللي انكتب جوه في قلبي اتريلي غيري مش ليا اتريلي غيري مش ليا أنا سألت سؤال يعني السؤال صعب قوي عشان كده في تحدي كبير قوي والتحدي ليش حبيبي لا ما بدي اتحدى مالي حسنان اتحرك يلا جاوبي جاوب وسائل انقاذ جاوب ما عندي يلا. مشكلة وائل شرف وائل شرف ليه سبب ما بدي اقول تفاصيله ولا بدي ارجع له لانه ماضي بس هو ما يعني انا كنت كثير منيحه معه هو ما عنده وفاء معي 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 مو مع كل بشريه بس معي يعني الشخص معي انا ما كان يعني عنده وفاء بس في شيء حابب تفضل انه يبعد وابعد عن الشركه يا عمري وغني له ودان دان اللي دان دان واولو وداني دان اللي دان خلص حاجة وداع وداع لا مو معقولين بس بدكم مين بلا دف بيرسوا سمي لنا منتج بده من الممثل كل شيء وما بده يدفع له ولا شيء ما بده يدفع مثل الخلق كان يقولوا لنا يعني باردون بس نحن هذا المسلسل مثلا يعني لو بادجت لو يعني بمعنى انه ميزانية قليلة هلا بيقولوا لك هذا المسلسل نو بادجت قاعدين يعني وقفوا معنا من الأول. وقفوا معنا ما قالوا لك ادفعي لنا كمان وقفوا معنا انا بقول لهم هيك طب لازمك شيء حبيبي والله بعطيك اي منتج قال لك هيك خلينا ساكتين لك طوني ايه جيتي لهون لنضل ساكتين يعني بلكي صار معه عارف تتأملي يعني تتأملي يصير معه جمهورنا شو فيل أو ريل فيل إلى التحدي الله لا يوفقكم